السلام عليكم، ازهر يا مختفي. ايه الكلام؟ بقالنا كتير قوي ما شفناش بعضينا، يعني من بره لما كنت في الحمام قصاد المرايه وبتاع كده. ايه الغيبه الطويله دي بقى؟ دي كانت نمره يعني حركه ولا ايه؟ برضه فاهمني، مفيش اي حاجه يعني، على عادي ظروف الحياه وكده. ايه يعني عمتش. ماشي يلا بينا، يلا يا نجم يلا بينا. اول سؤال ده ماشي، واحده واحده كده وبالراحه. اوكي، لو في حفله هالوين في الغابه هتلبس سندباد؟ بامانه لا مش هلبس سندباد، لا هلبس، هعمل فيها مروان بابلو، البنطلون الواسع الكبير دوت بقى والسدير الكات دوت، جاكيت جينز بقى وهودي وكده، نقعدوا نعدهم مع بعضينا عشان يعني ماشي. اوكي تمام. دلوقتي انت بتتاخر في الريليز كتير، دايما قوي 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 قوي، وما تقوليش كله تحت الكنترول، قولي السبب وما تقوليش كله تحت الكنترول، انا مش عايز اسمعها الكلمه دي. اوكي طيب، ده سألت اف 4 بقى السؤال ده خالص. السؤال ده مهم جدا، يعني هتتحدد عليه حاجات كتير قوي. تمام، ثانيه بس اطلع السماعه دي. الجوله الاولى، لو ما كنتش انت الدلعني بتغني راب هو عايز ايه؟ ماشي السؤال ده مهم. تمام، لو ما كنتش بتغني راب كنت هتبقى بتعمل ايه؟ مش عارف، ممكن كنت بقى لعيب كورة، حاجة تانية. طيب رسام، طباخ. مش حلو. لا مش حلو. كنت هبقى مزيكا، يعني بعمل مزيكا، مش شايف حاجة نفسي في حاجة تانية يعني. حلوة دي، حلوة دي يعني. عندي حاجات كتير قوي دماغ شايف. طيب. انا مش بتنام. في سؤال الصراحة يعني هموت واسأله لك باني جعان يعني كده، طبق النهارده ايه؟ مش عارف والله، يعني تسال فيها الانتاج بقى، يعني انت جاي تسالني انا يعني مش فاهم. ايه النهارده؟ طبق النهارده ايه يا جدعان؟ تمام ماشي. اوكي ده بيتزا. اوكي بس هي بارده شويه يعني. هي طبق النهارده بيتزا يا اسطى. واحده تمام بالراحه كده، احنا مع بعضينا. واحده واحده كده، كنت فين ايام الاكشن والاثاره؟ كنت على ام بي سي 2 الساعه 2 بالليل دوت، ولا كان ايه النوع يعني؟ ما كنتش في حته يعني، ايام زمان بقى وايام الشبحانه وايام المراهقه وكده يعني. بص اوكي طيب، احنا نسيت احنا في السؤال كان بيدي حلو قوي. تمام اوكي. حب ايه؟ لا سوري. تمام، الحب فين اللي بتسهروا له الليل؟ فين؟ ما فاهم ايه؟ مش فاهم. يعني ايه؟ اوكي انت قصدك اوكي. يس ايوه. لا الحب في اوكي. لا 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 لا, لا مش قصدي كده. اوكي لا يا جماعه ده غلط، ده غلط، ده مش فاهم. طيب ما انت، ما انت اللي مستفز. طيب يعني اقول لك ايه؟ طب انت تجبرني يعني. اللي بعده اللي بعده اللي بعده بعده. فكك بقى خلاص من الاسئله ديت. تمام، هنخش بقى في اسئله جد شويه. تمام عادي يعني. لو هتلخص طفولتك في كلمه او في جمله هتبقى ايه؟ يعني لخص لي طفولتك دي كده كلها في حوار يعني. اوكي طب ما انت يعني، ما احنا كنا فيها سوا. ما انت عايز، انت بتسال ايه الاسئله الغريبه دي؟ انا نسيت سواء اللوكيشن والحاجات دي، بس محسس ايه ده احنا. اوكي طيب، عشان السؤال الجاي ده بس مهم شويه. انت ايه حكايتك مع الكيبورد؟ يعني ايه مشكلتك معاه؟ ايه يعني الزراير عامله لك ايه مشكله في حياتك؟ ما فيش حكايه، عادي يعني. اسامي الكيبورد، اسامي الكيز بتاعت الكيبورد. ما فهمتش يعني ايه مشكلتك مع الكيبورد؟ حاسس لاج مش فاهم. اللي بعده يعني بحاول افهمك برضو، فاهم؟ مفيش حاجه تتفهم اصلا كده يعني. انت عايز تفهم ايه؟ هو مفيش حاجه تتفهم. طيب اللي بعده. تمام ماشي.
اوكي السؤال ده بقى في الصميم. اوكي يلا نخش في الصميم. هل في ناس فوق وناس تحت فعلا؟ علم. ناس فوق وناس تحت، محدش فينا بيختار، هي بتيجي بالبخت، مفيش قبلها انذار. انا بقول حكم، حد اخد باله ان انا بقول حكم؟ فلسفه دي فلسفه امال. ايوه اوكي ايوه. ناس فوق وناس تحت، يعني كل حاجه فوق وتحت، مش شرط اللي فوق هو الحلو، مش شرط اللي فوق هو الوحش، مش شرط اللي تحت هو الحلو، مش شرط اللي تحت هو الوحش، بس هي الحاجات دايما عكس بعضها، ليها نقيض، كل حاجه وليها نقيض. بس انت فاهم بقى، عالم ثلاثي الابعاد، فتحس ان هو في حاجه حضرتك انت، يعني انت جايبني عشان تسالني وتسمع الاجابه، ولا جايبني عشان تسالني وتسمع اسئلتك؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم. شيل يا برو، على الهادي على الرايق، احنا واحد، ما تنساش، ما تخليش اللوكيشن يفرقنا، ما تخليش الحاجات دي تفرقنا عن بعض، تمام؟ خلاص بقى مش لازم، ماشي، عشان هتبقى يا جماعه حد يشوف الكائن دلوقتي بس. تمام ماشي، اللي بعده. طيب بدات احس ان التنشن شويه، فخلاص احنا قربنا يعني على النهايه. السؤال ده يعني من الاسئله المفضله لدي او لدي، ما اعرفش اسمها ايه يعني. مفيش في حياتك شماعه ومفيش وقت للاعذار، الكهف بعيد عن الانظار، حط رجلك لك الاغنيه احسن بقى، يعني حد شغال الاغنيه يا جماعه، حد شغال كنترول؟ لا انا ولا ايه بقى. طيب خلاص احنا عموما خلاص يعني بنخلص. انا كنت ماشي، يعني انا اصلا عايز صيطك، يعني انا مش محتاج يعني صيطني عشان تبقى فاهم. فكك من السؤال ده خالص. ده اخر سؤال معانا. انا عارف طبعا يعني انت نفسك في اسئله اكتر، بس معلش الوقت. انا تمام. ف لو هتوجه رساله لحد، هتوجه رساله لمين، وهتكون ايه هي الرساله؟ يعني بكل صراحه، خلينا صراحه خالص. اوكي دي يا جد، لو هوجه رساله فعلا هوجهها لك، وعايز اقول لك كمل. نايس. ما توقفش. نايس. كيب بوشينج. نايس. وعلى وضعك. عايش. انبسطت جدا باستضافتك، واحنا كده وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا. طبعا انت لو قصتني يعني انت مش محتاج انفيتيشن حبيبي يا برو. مش محتاج انفيتيشن، بابلو فيلين ده انفيجن، حتى المدينه على الروتيشن معايا.